جزاكم الله في خير جميعا إن شاء الله. أفلح من يصلي على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، وبعملي إلى أحسن الأعمال. مقاطع من دعائي مكارم الأخلاق لإمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الدعاء العظيم الذي يمثل في واقعه برنامجا متكاملا لصناعة الإنسان الأكمل. ولاحظوا من خلال مضامين هذا الدعاء إلى أي شيء يرمي، إلى أي شيء ينظر. أنت لا تسأل من الله أن يجعلك مؤمنا فقط، وإنما تسأل من الله أن يجعل إيمانك على أفضل وأحسن صوره، أكمل الإيمان. للإيمان درجات، اليقين كذلك درجات ومقامات، وتريد من الله أن يصل بك إلى أفضل درجات الكمال من اليقين. كذلك فيما يتعلق بالنيات، أحسن النيات على مستوى العمل، أفضل الأعمال وأحسن الأعمال. عندما يوفق الإنسان لأن يكون في كل شيء على المستوى الأفضل، فهذا هو الكمال المطلق الذي ممكن أن يصله الإنسان. ولكن دعونا ومن خلال كلمات إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه نتدبر قليلا. فارق كبير بين أن تقرأ الدعاء هكذا وعينك على آخره، كما يقرأ كثير منا القرآن وعينه على آخر صفحة من صفحاته أو آخر آية من آيات هذه السورة أو تلك، وبين أن يتدبر ليخرج بنتيجة، يخرج بصورة. لاحظوا الإمام صلوات الله وسلامه عليه كأنما تنوع في صياغة الطلب، بلغ بإيمان،
اجعل يقين، انتهي بنيتي. كان بإمكانه أن تكون الصيغة واحدة، بلغ بإيماني أكمل الإيمان، بلغ بيقيني أكمل اليقين، بلغ بنيتي أفضل النيات. لماذا هذا التنوع أو هذا التنويع في صيغ الطلب مع أن مؤداها واحد، وهو أنك تطلب من الله أن يوصلك إلى أفضل كل شيء من هذه الأمور؟ صيغة واحدة كافية؟ لا، الإمام ينوع في عملية في صيغة الطلب، وهذا معنى جميل جدا، لأن التكرار لربما يبعث على السأم والملل. تكرار نفس الصيغ، نفس المفردات، يبعث بالملل والسأم في النفس، بينما التجديد والتغيير هو التنويع يخلق حالة من التشوق أكثر والرغبة أكثر. هذا واحد. الأمر الثاني، لاحظوا إلى الصيغة نفسها، بلغ. لماذا لم يقل أبلغ مثل اجعل، انتهي؟ لماذا يقول بلغ بإيماني؟ كأنما من خلال هذه الصيغة يوحي بأن مسألة الوصول إلى أكمل الإيمان وأفضل درجات الإيمان أمر لا يحدث بسرعة أو لا يحدث فجأة، وإنما يحدث على فترات. فليس بالأمر السهل أن تصل إلى أعلى درجات الإيمان في ساعة أو في يوم. بمعنى آخر، سلمان المحمدي لم يصل إلى درجة العاشرة من الإيمان في يوم أو في شهر أو لربما في سنة. يحتاج الموضوع إلى سنة شهور يعني متابعة وممارسة واستمرار حتى وصل إلى أعلى درجات الإيمان. لاحظوا. إذن مو فقط أنا أتمنى أن أكون في أفضل درجات الإيمان وسأكون خلال ساعات أو خلال أيام. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن من يريد أن يهتدي لأن يكون في هذا المقام الكبير عليه ماذا؟ أن يمارس دائما، أن يدأب، أن يجتهد، أن يحث الخطى، أن لا يمل، أن لا يسأم، ومن خلال ذلك سيصل. ولكن تبقى مسألة الوصول غاية ممكن أن تتحقق. الأهم من ذلك أن تبقى في الدرجة والمقام الذي وصلت إليه. أصيغ العبارة بشكل آخر، أقول ممكن أن يصل الإنسان، ولكن المهم في أن يحافظ على تلك المكتسبات التي وصل إليها. ترى أكو ناس خطيرين جدا وصلوا، ولكنهم خطأ واحد كلفهم كل ما اكتسبوا. القرآن الكريم يطرح لنا نماذج. مرة يتحدث عن بلعم ابن باعورة ويقول عنه أنه بلغ إلى درجة من الإيمان واليقين بحيث صار في حوزته الاسم الأعظم، ولكن هل بقي على هذا؟ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. شوف إلى أي مستوى وصل. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. عجيب. ممكن أن الإنسان يوصل إلى مستوى راقي من هذا الإيمان واليقين، ومن ثم ينحدر شيئا فشيئا إلى يعني من أعلى الجبل إلى أسفل سافل. ممكن. نعم. إذا نقرأ أيضا في سيرة أصحاب الأئمة المعصومين نجد أن أناسا كانوا على مستوى من الإيمان بحيث يعدون من
من أهل الصف الأول إنجاز أن نعبر. علي بن أبي حمزة البطائني رجل صحب الأئمة ثلاثة منهم وبلغ إلى درجة أن يكون موضع سرهم، ومن ثم ماذا؟ اليوم إذا تروح تفتش في الكتب الأربعة، كتاب الوسائل وغيره، كثير من رواياتنا في الفقه وفي العقيدة وفي الأمور الأخرى ترجع الواسطة بيننا وبين الإمام المعصوم علي بن أبي حمزة البطائني. كان ثقة عند أبي جعفر الباقر، ثم الإمام الصادق، ثم الإمام الكاظم، بل كان يستأمنه على الهبات التي تأتيه، خليها أمانة عنده. لما إجا زمان الإمام الرضا سلام الله عليه، الإمام طلب منه تلك الهبات والأمانات، قال له أرجعها إلينا. فتأول حديثا جهل معناه فكره إكذاب نفسه، تورط بكذبة، قال أنا وكيل الإمام والإمام لم يمت، والوكالة إنما تبطل بموت الوكيل الموكل، والإمام الكاظم ما مات. صعب اللي يوصلون إلى المستويات المتقدمة أن يكذب بعدين يتراجع عن كذبه. ولذلك الإمام الرضا يقول نعم تأول حديثا جهل معناه فكره إكذاب نفسه، يعني أخذته العزة بالإثم، كره إكذاب نفسه. نتيجتها وين؟ الإمام الرضا في يوم الأيام جالس مع أصحابه وإذا به يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. صاير؟ قال لقد مات والله علي بن أبي حمزة البطائني. مات؟ كلنا بنموت. قال أخبركم عن حاله، الآن هو يغسل، يكفن، صلي عليه، وضع في قبره، جاءه الملكان، سأله من ربك، من نبيك، ما دينك، ما كتابك، من هم أئمتك. صار يعد أسماء الأئمة واحد بعد واحد إلى أن بلغ إلى الإمام الكاظم، فسكت، خرس لسانه. أكمل يا ابن أبي حمزة البطائني، بعد عندك أئمة ما ذكرتهم. اخرس لسانه ولم ينطق كلمة واحدة. يقول إمام الرضا فأضرم عليه قبره نارا وهو يضطرم به إلى يوم القيامة. شوف وين كان وإلى أين وصل. فالمسألة هو مو أن تصل فقط، أن تحافظ على ما وصلت إليه. ولذلك كرر هذا الدعاء القرآني، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أدم قراءة سورة الفاتحة لأن فيها طلب للهداية دائما، اهدنا الصراط المستقيم، لا يكون تحيد عن هذا الصراط المستقيم. فجأة هكذا مرة واحدة بين عشية وضحاها ممكن أن الإنسان يخسر كل ما لديه، أو أنه إذا فتح أو ترك فراغا للشيطان، إذا ترك فراغ للشيطان يأتيه بهمسه الخفيف وهمزاته ويذيب لديه ما لديه من الإيمان. ولذلك لاحظوا عقوق الوالدين خطيرة جدا، أكل مال الحرام خطير جدا، بعد شرب الخمر. يقول الأم معبد دخلت على الإمام الصادق سلام الله عليه وقالت له إن أطباء العراق وصفوا لي هذا الدواء، وما هو؟ فقالت هو النبيذ، خمر يعني. وما الذي يمنعك من أن تأخذيه؟ قالت لأني أمنتك ديني، تقول حلال أشرب، قول حرام أمتنع. قال إنما أخشى عليك إذا بلغت الروح إلى هنا، وأشار إلى التراق،
كلا إذا بلغت التراق وقيل مراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. يقولها أخشى عليك إذا بلغت الروح إلى هنا. لاحظوا وين؟ مع أنها ستأخذه بعنوان الدواء، مو أنها جاية تدمن حتى تصل إلى حد الإدمان. لا، أخشى عليك إذا بلغت الروح إلى هنا، بل أن ندم على ترك المعصية. مرة واحد يندم على فعل الخير، الله يعوض عليك. مرة واحد يندم على أنه إنجاز أن نعبر لم يوفق إلى فعل المعصية، خسارة طافتني، يا ليت ما فوت الفرصة. هل حالة فقط من الندم على ترك المعصية؟ مو الندم على فعل المعصية، الندم على ترك المعصية. يبقى في النفس، شوف الأثر وين. ذاك اليوم مرت امرأة، فتاة جميلة في غاية الجمال، هو جالس هذا الرجل عند باب داره، فسألت أين حمام من جاب؟ قال والله فرصة أشاور لها على بيتي، هذا حمام من جاب، ثم أغلق الباب عليها وأفعل ما أريد. قال لها هذا حمام من جاب، فدخلت فأغلق الباب وطلبها. هي بعد صارت ذكية، قالت بعد الآن أتفرعن وأسوي كذا قوية، لا هو يقوم باغتصابي بالقوة، لكن خلني أظهر له الرضا وأتحايل عليه وأفر من هذه الورطة. قالت لما يخالف إذا تريد حاضرين، لكن عاد هذه ليلة اعتبرها ليلة حمراء، بعد يكون لا تحلو إلا بالشراب، شوية مكسرات، شوية حلاوة، روح السوق وجيب لنا. فخرج وهو على هذا الغرض، لما أمنت الطلب فتحت الباب وطلعت. هو رجع جايب الأغراض، ما لكنا مستانس، الآن سيحلو له ما يحلو، وإذا بها فرت منه، عض على إصبع الندم. ظلت هالحسرة في نفسه إلى يوم وفاته. عند الاحتضار يقال له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال يا رب سائلة يوما وقد تهت كذا، أين السبيل إلى حمام من جاب؟ حزت أشعار الحين، اشهد الشهادتين. قال يا رب سائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جابي؟ وظل يكرر هذه الكلمة حتى هلك. يعني بمعنى آخر، سلب الإيمان في تلك اللحظة ولم يوفق لكل الشهادتين. هذه فقط الحسرة على أنه لم يوفق في يوم من الأيام لفعل المعصية، ما بالك بالكبائر التي تحول بين الإنسان وبين أن ينطق الشهادتين. إذا سامع هاي الرواية ينقلها صاحب كتاب منازل الآخرة الشيخ عباس القمي، يقول هذا شاب متدين محافظ كان يأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله ويديم الحضور، صلاة جماعة ويحضر المحاضرات بشكل دائم. النبي صلى الله عليه وآله افتقده، قال لهم ما لي ما لا أرى فلاناً، قال له يبدو أنه مريض. مريض تستحب عيادة المريض فلنقم إليه. جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وجلس عند رأسه وإذا به يحتضر. صار النبي صلى الله عليه وآله يلقنه بنفسه، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال يا رسول الله إن لساني لا يطاوعني، ما قادر أحكي كلام آخر ممكن يتكلم، بس هاي الكلمة لا.
رسول الله طبيب دوار بطبه، إذا شاف أي حالة يعرف أسبابها شنو. التفت إلى من حضر قال: هل لهذا أم؟ قالوا له: نعم، أي العجوز الجالسة في زاوية الحجرة هي أمه. التفت إليها: أو أنت ساخطة عليه؟ قالت: منذ ثلاث سنوات ما كلمني وما كلمت. ثلاث سنوات، هو المسلم العادي لا يجوز لك أن تهجره فوق ثلاث، بعد صارت على الأبوين، على الأم، على الأب. منذ ثلاث سنوات ما كلمني وما كلمت. قال: ارضي عنه. قالت: رضيت عنه برضاك. إذا متدخل أنت وسيط بيني وبينه، رضيت عنه، رضيت عنه برضاك يا رسول الله. التفت إليه قال: يا شاب، قل أشهد أن لا إله إلا الله. بدأ اللسان يتحرك ولكن بثقل. قال: أتبعها يا من يقبل القليل ويعفو عن الكثير. اقبل مني القليل واعفو عني الكثير. صار يكرر هذه الكلمات. رسول الله صلى الله عليه وآله يسأله: ما الذي تراه الآن؟ قال: أرى رجلا نتن الرائحة قبيح الصورة قد وليني وأخذ بكظمي. صاير يخنقني. شوف هذه عقوق الوالدين إلى وين تأتي. فقال: قل يا من يقبل القليل ويعفو عن الكثير، اقبل مني القليل واعفو عني الكثير. صار يكرر هاي الكلمات. الآن ما الذي تراه؟ قال: أرى رجلا أبيض جميل الصورة طيب الرائحة قد وليني وأرى الأسود ولا عني. عقوق الوالدين مو مؤخرة إلى يوم القيامة عقوبتها وآثارها، لا، حتى في الدنيا ممكن الإنسان أن يحرم الكثير من التوفيقات، لأنه مو لأنه عاق، لأنه قليل الدعاء. كثير من أمورنا احنا ومشاكلنا نقول الدولة، وهي الدولة مسؤولة عن كل شيء، ولكن في كثير من الأحيان الخلل عندنا احنا، ضيق المعيشة، أسر الحياة، عدم الموفقية لكثير من الأمور. رجل يأتي إلى أمير المؤمنين ويقول له: يا أبا الحسن، لقد سدت علي الأبواب وضاقت علي الأمور. قال: لعلك تنام بين الطلوعين. هذا الوقت اللي الإنسان مأمور فيه بالسعي وراء رزقه، هذا الوقت اللي مكروه ينام فيه الإنسان، أنت تنام. قال: والله يا أمير المؤمنين، ما أنام في هذا الوقت. قال: لعلك قليل الدعاء لوالديك. عجيب هذا الأمر، ممكن أن يتدخل ويترك أثر على مستوى المعيشة، على مستوى التوفيق، على مستوى الأمور الأخرى. نعم، هذا يقول لك قليل الدعاء لوالدك، ما قال له بعد أنت عاق متجرئ صلف قليل الأدب. مجرد قليل الدعاء لوالدك، ما الذي يضيرك؟ بعد أن تنتهي من صلاتك: رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. تكلف شيء هذه نصف سطر، لكن ستجعل من أبواب التوفيق. نعم، الكثير مفتوح بما بين يديك، خذ من التوافيق والتأييدات. فشاهدنا كثير من الأمور ممكن أن تعيقنا عن كثير من الأمور. بلغ بإيماني أكمل الإيمان. يا رب، أنا أريد أن أكون مؤمنا، ولكن هذا الإيمان لا أريده في أدنى مستوياته ولا أقل صوره. بلغ بإيماني أكمل الإيمان واجعل يقيني أفضل اليقين. أكو مراتب لليقين؟ نعم، عين اليقين، حق اليقين، علم اليقين. علم اليقين ممكن أن يكون أدنى مستويات اليقين، عين اليقين هو المرتبة الوسطى، حق اليقين لا هو أعلى درجات اليقين.
شايف؟ إذن أنت ما تطلب من عند الله أن يكون أن تكون من أصحاب اليقين فقط، وإنما على أعلى مستويات اليقين. من حيث النية، واجعل نيتي أحسن النيات. أكو مستويات إذن حتى في النية. القرآن مرة يتحدث عن أناس ويقول مخلصين له الدين، ومرة يقول إلا عبادك منهم المخلصين. شنو الفرق بين المخلص والمخلص؟ المخلص هم يريد وجه الله عز وجل، هم يسعى لأن يكون هذا العمل قرب إلى الله، بعيد عن الرياء، بعيد عن العجب، بعيد عن المباهات، ولكن ليس في مأمن من أن يزج الشيطان بأنفه في هذا العمل فيشوش صفاء نيته. بينما المخلصين لا، الشيطان يرفع إيده ويقول أنا ما أقدر عليهم دول، خلاص أنا أعترف بعجزي، إلا لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. صار درجات لولا، مستويات لولا. حتى العمل الصالح، هذا عمل صالح وذاك عمل صالح، لكن الفارق وأمر قومك يأتوا بأحسنها، بأحسن الأعمال. طيب أنا شلون أعرف أن هذا العمل أفضل من هذا العمل؟ الصلاة أم الصيام أم صلة الرحم أم مساعدة فقير؟ أنا أذهب إلى الحج، لربما هالأيام أسعار الحج والحملات على 1500 و1800 و2000 دينار. طب 2000 دينار إذا ضربتها في 10 رايح تطلع كم؟ علاوة على الجهد البدني اللي أبذله، علاوة على الوقت الذي أصرفه، على المصالح اللي أعطلها فقط حتى أذهب إلى الحج، بينما عمل آخر ربما لا يكلفني إلا 10 دنانير وهو عند الله أفضل من 10 حجات. كيف يعني؟ يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه: ما الأفضل، أن تكسو مؤمناً كسوة شتاء أو صيف، أو أن تحج البيت؟ شايف الفارق في النفقة شلون، في الجهد كيف؟ ومع ذلك يقول: من كسى أخاه المؤمن كسوة شتاء أو صيف كان له خير من حجة وحجة 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 إلى أن بلغ إلى 10. شوف الميزان الإلهي يختلف عن ميزاننا إحنا. أنا أقدر العمل وأقيمه، كم صرفت، كم بذلت، كم أعطيت، كم فرغت من الوقت لهذا العمل، بينما في ميزان الله العمل الذي يترك أثره على الآخرين أفضل بكثير من العمل الذي يتركه أو تكون آثاره على نفسك فقط. ما يكون أنفع للناس يكون أثر أكثر. الصلاة اللي هي عمود الدين، ومع ذلك إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصوم، مع أنه صيام بالنتيجة. صلاة اللي هي عمود الدين، لكن أنت ستذهب إلى إصلاح بين مؤمنين متخاصمين عند الله سيكون هذا العمل أفضل من ذاك. لاحظوا، إذن أنا أطلب من الله أن يوفقني لأحسن الأعمال، لأفضل الأعمال. وهذا يحتاج أولاً أن الإنسان يكون على دراية، يقرأ نصوص، يقرأ أحاديث، يقرأ روايات، لأن المعصوم هو الذي يمتلك ملاكات الأعمال، وبالتالي يدلنا على الأصوب والأحسن منها. هم يحتاج الإنسان إلى بصيرة نافذة حتى في قراراتك اليومية، حتى في مسائلك الحياتية المختلفة، تحتاج إلى أن تكون نافذ البصيرة، يكون لك من النور ما تهتدي به إلى طريق الحق. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا النور يفتح آفاق حقائق الأمور عليك. أنت لا تختار العمل الأفضل إلا من خلال توفيق الله وتأييده ووجود هذه البصيرة النافذة. ما أطول عليك، إمامنا الصادق سلام الله عليه عندما تحدث عن عمه العباس ماذا قال؟
رحم الله عمنا العباس لقد كان نافذ ال... شلون نافذ البصيرة؟ نافذ البصيرة يعني يختار الموقف الصحيح والقرار الصحيح في الوقت والزمان الصحيح، وهذا اللي ممكن أن تختلط علينا الأمور إحنا، بس صاحب النظرة الثاقبة الذي ينظر إلى البعيد والذي يزن الأمور بما تستحق وينظر إلى المستقبل لأنه ينظر بعين الله. لاحظوا موقف واحد لأبي الفضل العباس، أنت ضعه على الميزان، تصور نفسك أنت تقاتل في مكان أبي الفضل العباس، ثلاثة أيام ما ذقت من الماء شيء، وأنت الآن في وسط هذا الماء، أول عمل تفكر فيه ماذا؟ أن تروي ظمأك، ولو بداعي أني أنا أريد أقاتل، والقتال يحتاج إلى تركيز ويحتاج إلى وعي ويحتاج إلى التفات، والإنسان الذي يشكو الظمأ لربما يفقد الكثير من التركيز، خليني أشرب ماء. بينما صاحب النظرة الثاقبة يقول لا، أنا ما أشرب الماء، لأنه في حساب المصلحة وفي حساب الخسارة، أنا إذا أرجح رايح يكون عند المكسب ثلاث ساعات زيادة قتال، ساعتين إضافيتين، لكن في نظر الدنيا بأسرها سيكون العباس هو الإنسان الأناني اللي عاش لنفسه لحظة ونسي كل من حوله وشرب الماء. بينما يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أن تكوني، هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين، تالله ما هذا. هذا القرار مو صادر من مزاج وهوى، لا من دين ويقين، تالله ما هذا فعال ديني ولا فعال صاحب اليقين. وراح لك العباس اليوم مضرب مثل رائع وصورة متألقة في الإيثار والذوبان في حب المعصوم، إلى درجة أنه خرج من الماء وهو عطشان. لاحظوا أحد الإخوة ينقل هاي القصة، يقول ملا عطية رحمة الله عليه لما راح على النجف الأشرف استقبل من قبل أدبائها وشعرائها، أحد الشعراء يقولون قبله في فمه، فصار نفور نوعا ما، عدم قبول. إذا رأيت أخاك المؤمن فقبله في موضع سجوده، هذا الفم مكان مكان آخر، إذا رأيت أخاك المؤمن فقبله في موضع سجوده. فعابوا عليه هذا الفعل، قال له لشلون التقبيل في هذا المكان؟ قال أنا قاصد ملتفت. هذا الشاعر العظيم برزت منه كلمة ومعنى لم نلتفت إليها نحن شعراء العراق. كيف يعني؟ قال احنا يوم تصورنا ابو الفضل العباس صورناه بهاي الصورة، خاض الماي بس هيس ببردة، ترس شفه يروي عطش شبده، تذكر لن اخوه حسين بعد ذب الماي من شفه تحسر. هذا المقدار الذي ادركناه، ولكن هذا الشاعر العظيم ادرك معنى عظيما، وهو أن العباس كان الماء تحت يده وفي سلطته وتحت تصرفه، ومع ذلك لم يقبل لنفسه أن يشرب من الماء شيئا. ملكت يا حيد الشريعة ومتت مفتوت الحشاش، ملكت يعني شنو؟ الماء تحت تصرفك تحت يدك، ومع ذلك تتذكر في تلك اللحظة أخوك الحسين وتنسى نفسك. ملكت يا حيد الشريعة ومتت مفتوت الحشاشة، غار جب دمك جفوفك والنبل صاير افراشك، نخيت حسين يا شيال العلم. هاي يا حسين بعد أيام يجينا محرم، ها ونتذكر شخصية أبو الفضل العباس. هاي نحسين صد لي بالعين بنشدك يا شهم، وين الكفين؟ أنا الآن أريد أوجه سؤالي إلى ملا عطية، أقول له صد لي بالعين بأي عين يصد إليه؟
بالعين التي نبت فيها السهم أم بالعين التي جمد فيها الدم؟ ولذلك يقولون أغشي على أبي الفضل العباس فما أحس إلا بحركة فارس عند رأسه، قال أيها الفارس بالله عليك إلا ما أمهلتني فواق ناقة حتى يأتي أخي وابن والدي أودعه ويودعني وأشمه ويشمني. الحسين يقول أبو يوسف وضع يده على خاصرته ونادى وأخاه خاصر على عضيدة يا ويلي صعد أنفاس يا جمرة الكون الذي ما قط تنداس ظهري تراه انكسر من فقدك يا عباس طاح العلم وتفللت مني العزايم لكن عزم يشيل للمخيم قال ما روح خلني على الشاطئ أعالج طلعة الروح أنا ما أقدر أروح الخيام وانظر زينب تنوح وانظر دمع سكنة على الوجنات ساج قل ما شفتنا بالأخوة مثلك بذل مجهود قطع الأعاد جفوفا وشال العلم بزنود ولو عد فاضل الأخوة فضلك يا خويا بزود لكن أنا باشيلة أكل الدوس كيل هونت يا ابن أبي مصارع فتيتي والجرح يسكنه الذي هو ألم هونت يا ابن أبي يا الله إلهي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بأعز الخلق عليك محمد وأهل بيته الطاهرين فرج عنا يا إلهي فرجا عاجلا اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم رد كل غريب فك كل أسير فرج عن كل مكروب جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا من اجتمعنا لأجله وسببه اللهم إنا نحتسبه عندك يا كريم واخلف على عقبه في الغابرين واحشره في زمرة محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين إلى روحه وأرواح موتى المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح شهدائنا الأبرار والأئمة الأطهار نهدي ثواب الفاتحة قبلها صلاة. اللهم صل وسلم على محمد.